السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياكم الله، كيف حالكم؟ الحمد لله مالك. الحمد لله، حياكم الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس المستوى الأول، الوحدة الثانية، الأسرة، الحوار الثاني. أولا نستمع إلى استمع وأعد. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة، وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس. شيخي السلام، عمه حمزة، وهذا عمه أبو طالب، وهذه عمته إلى صفية، الحوار. وهذا شيخ سعيد. السلام عليكم شيخ سعيد. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. ممكن تسمعوني يا شيخ سعيد؟ أيوة، ليس يعني واضح بطيء جدا. شيخ سعيد، أي نعم، هل أنا شغلت الحوار؟ هل كان مسموعا؟ الحوار كان مسموعا. شغل مرة ثانية قبل قليل، ليس واضح. طيب، الآن هذه ابنته أم كلثوم. يا شيخ سعيد، نعم، يا إخوة تسمعون؟ تسمعون يا شيخ؟ أيوة الآن واضح. قبل قليل لعلك النت ضعيف، بكيت شوية. طيب، أنا سأعيد الحوار، وإذا كان الصوت مسموعا أخبرني. طيب، واستمع وأعد. جيد جيد جيد، الآن جيد. طيب، هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة،
وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذا عمه أبو طالب، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه ابنته زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. طيب، الآن نفتح باب المشاركة للقراءة، بارك الله فيكم. سنبدأ من أول القائمة، from the beginning of the list. We will start إن شاء الله. طيب، الطالب الأول، القائمة عندي، سامر ما هنيو. سامر ما هنيو، ومن أيضا؟ من الثاني؟ القائمة عندي غير واضحة، سبحان الله. طيب خلاص، سامر عمر، والطالب الثاني عثمان. يلا ابدأ بسم الله. القائمة عندي غير واضحة، سبحان الله. ابدأ. ستارت. خرجت. خرجت. طيب، الطالب. طيب يا شيخ سعيد، اختر انت طالبين، لان القائمه عندي غير واضحه تماما. خان عائشه، خان يد عمر، مريم يد عثمان، لمن قال اتفاق. هل هذه شجرة؟ نعم. نعم، هذه أسرته، أسرة الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا واحد والده عبد الله. نعم. وهذه والدة آمنة. نعم. وهذا جده عبد المطلب. عبد المطلب. عبد المطلب. ممتاز، ممتازة، ما شاء الله. وهذا عبده عباس. عمه، عمه العباس، عمه العباس، عمه العباس. نعم. وهذا، وهذا عمه حمدة. نعم، ما شاء الله. وهذا عمه أبو طالب. نعم، ما شاء الله. وهذه أمته. نعم. صفية. جميل جدا، ما شاء الله. وهذا أبته، ابنه، ابنه، ابنه القاسم. جميل. نعم. وهذا ابن، ابنه عن عبد الله. عبد الله. نعم. وهذا ابنه إبراهيم. جميل. نعم.
وهذه ابنته فاطمة. نعم. وهذه ابنته رقية. 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 نعم. جميل جدا. نعم. وهذه ابنته زينب. زينب. جميل جدا. نعم. وهذه ابنته أم كلثوم. أم كلثوم. أم كلثوم. جميل. جميل جدا، ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله. طيب الآن يا شيخ سعيد فضلا اختار طالبين آخرين. شكرا لكما. شكرا. نعم. ها كلثوم صاجق خان آسيا. نعم. بسم الله. بسم الله. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة، أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسرة الرسول. أسرة الرسول. رسول وصل. أسرة الرسول. أسرة الرسول. أسرة الرسول. رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. جميل. هذا هذا والده عبده عبد الله. وهذه. طيب. الآن طالب واحد أم طالبان يا شيخ سعيد فضلا بارك الله فيك الآن؟ فقط لغا سان آسيا بتاما لغا جان مون جين دوبا جان مون جين زيما نعم. طيب يلا كلثوم مرة أخرى again please. هل هذه شجرة؟ نعم هذه أسرة الرسول. أسرة الرسول. أسرة الرسول. أسرة الرسول صلى الله عليه نعم. جميل. ها. صلى الله عليه وسلم. نعم. جميل. نعم. وهذه والدته أمينة. أمينة. آمينة. آمينة. جميل. ما شاء الله. نعم. هذا وهذا جدته. جده. 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 عبد الله. المطلب. نعم. وهذا عمه العباس. نعم. وهذا عمته. عمه. 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 حمزة. نعم. وحمزة. نعم. وهذا أمه أبو طالب. نعم. وهذه عمته. عمته. عمته.
أمته صافية. صافية نعم. وهذا إبرا وهذا ابنه القاسم. جميل نعم. وهذا ابنه عبد الله نعم. وهذا ابنه إبراهيم. نعم. وهذه ابنته فاطمة. نعم فاطمة. جميل. وهذه ابنه رقية. رقية نعم نعم. وهذه ابنته زينب. نعم. وهذه ابنته أم كلثوم. جميل. أم كلثوم نعم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الآن نريد أن نسأل بعض الأسئلة. كلثوم، من والد الرسول؟ من والد الرسول؟ والد الرسول. انظري إلى هذه الشجرة. Look at this tree. انظري إلى هذه الشجرة. من والد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والد الرسول من؟ هذا هو الرسول. هذا عبد الله. أيوة. عبد الله. نعم هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد ابن من؟ ابن عبد الله. ابن من؟ ابن عبد المطلب. فمن والد الرسول؟ هو عبد الله. نعم جميل جدا. طيب عبد الله. طيب جميل شكرا يا كلثوم. نكمل. من والدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها والدة الرسول صلى الله عليه وسلم ها والدته. آمنة. جميل صح. آمنة آمنة والدة الرسول آمنة. طيب من جد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عبد المطلب. أيوة عبد المطلب. أيوة صح. جميل جميل. يبقى محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. جميل جدا. طيب نكمل يا إخوة. مفردات إضافية. مفردات إضافية يعني ليست في الدرس لكنها مهمة جدا في الحياة اليومية. نعم تترجم لهم يا شيخنا هذه العبارة جزاك الله خيرا. تنس 新的
课外单词不是在这一个篇章当中的家庭成员当中的单词，但是对咱们每天的生活也是非常重要的一些单词、一些生词。咱们现在来学习。那，نعم جزاك الله خيرا. ست انظر واستمع واعد. انظر واستمع واعد. ستة. ستة. نعم. ستة. 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 واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة. نعم. طيب. سبعة. سبعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ستة، سبعة. سبعة. ثمانية. ثمانية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. 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 تسعة. تسعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. 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 نعم. عشرة. 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 واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عشرة. طيب، من يقرأ يا إخوة؟ طيب، مريم، تفضلي يا مريم. ستة. نعم. سبعة. نعم. ثمانية. ثمانية. نعم. جميل. تسعة. نعم. تسعة. عشرة. جميل جدا، شكرا يا مريم. طيب، منجن. منجن. نعم. تفضلي اقرأي. ستة. ستة. نعم. سبعة. نعم. سبعة. 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 نعم. نعم. ثمانية. ثمانية. نعم. ثمانية. ثمانية. نعم. ثمانية. نعم. تسعة. تسعة. نعم. عشرة. عشرة. جميل جدا، شكرا. شكرا يا منجد. طيب، ميالو. ميالو. ميا لو. طيب، سو هوشن. سو هوشن. يا السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ستة. ستة. نعم. سبعة. 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 نعم. سبعة. سبعة. نعم. ثمانية. ثمانية. ممتاز.
تسعة 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 جميل نعم أشلا أشرا عشرة 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 أشلا جميل جدا ممتاز ما شاء الله شكرا يا سهوشن طيب كلثوم كلثوم نعم نعم رتبي الأعداد رتبي الأعداد ستة بعد الستة تسعة لا بعد الستة كم عشرة ستة عشرة لا لا سبعة سبعة ما شاء الله بعد السبعة ثمانية ثمانية جميل وبعد الثمانية ثمانية تسعة تسعة ما شاء الله بعد التسعة عشرة جميل جدا يلا مرة أخرى again ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة جميل جدا جميل جدا شكرا يا كلثوم لوسي لوسي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الآن قولي العدد المشار إليه ما هذا العدد؟ عشرة جميل ما شاء الله وهذا؟ ثمانية ثمانية جميل ما شاء الله وهذا؟ ستة ستة ما شاء الله ستة ما شاء الله وهذا تسعة 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 ما شاء الله وهذا سبعة 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 جميل جدا شكرا يا لوسي ما شاء الله طيب الآن نعد التفاحات ونصل بين العدد والصورة المناسبة مريم كم تفاحة هنا؟ سبعة سبعة؟ طيب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة صح؟ ما شاء الله سبعة سبعة ما شاء الله ما شاء الله طيب شكرا يا مريم منجن كم تفاحة هنا؟ كم تفاحة في هذه الصورة؟ عشرة عشرة طيب واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة صح عشرة عشرة ممتازة ممتازة يا منجن شكرا مية لو مية لو طيب سو هوشن سو هوشن كم تفاحة في هذه الصورة واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 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 ما شاء الله ما شاء الله ثمانية أحسنت ما شاء الله طيب كلثوم نعم كم تفاحة في هذه الصورة؟ ستة ستة نعم طيب عدي واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ما شاء الله ستة ستة ما شاء الله شكرا يا كلثوم طيب لوسي لوسي ثمانية ثمانية طيب نرجع إلى مريم ها واحد اثنان
اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. لا تسعة، تسعة فقط. تسعة، نعم تسعة، نعم. شكرا. هذه مريم. طيب نكمل. طيب الآن المفردات، المفردات، انظر واستمع وأعد. كم 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 عمرك؟ اي بالضبط، كم يعني how many بالضبط، how many. كم كم، نعم. كم تمرة في هذه الصورة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. تمرة تمرة. كم تمرة في هذه الصورة؟ كم؟ خمسة خمسة. طيب مريم، كم طبيبا في هذه الصورة؟ كم طبيبا في هذه الصورة؟ أربعة. أربعة، ما شاء الله. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أربعة، جميل جدا. منجن منجن. نعم. كم قلما قلما قلم قلم كم قلما في هذه الصورة؟ هذه الصورة كم قلما؟ أربعة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ممتازة ما شاء الله، عشرة، عشرة أقلام. معذرة يا أخو. طيب نكمل. كم كتابا كتابا كم كتابا في هذه كم كتابا في هذه الصورة؟ ميا لو موجودة؟ ميا لو موجودة؟ طيب سو هوتشن، كم؟ يلا عد. واحد واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. سبعة سبعة سبعة، نعم سبعة. سبعة. كم كتابا في هذه الصورة؟ كتاب. نعم كتاب. كتاب كتاب. قلم قلم كتاب. قلم كتاب، نعم بوك. كم كتابا في هذه الصورة؟ سبعة سبعة، نعم. نكمل. كلثوم. نعم كلثوم. كم كم شجرة في هذه الصورة؟ كم شجرة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. ستة، نعم ما شاء الله، ست شجرات، صح ست شجرات، ما شاء الله. طيب لوسي 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 موجودة؟ لوسي. كم جزرة 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 كم جزرة في هذه الصورة؟ واحد اثنان ثلاثة. ثلاثة، نعم ثلاثة، ثلاث جزرات، نعم ثلاثة جزرات، ثلاثة أو ثلاث جزرات، ثلاث جزرات، ما شاء الله، نعم. طيب مريم. نعم. كم برتقالة في هذه الصورة؟ برتقالة برتقالة برتقالة. كم برتقالة في هذه الصورة؟ سبعة. سبعة، ما شاء الله، صح سبعة سبعة سبع برتقالات، صح سبعة.
دقيقة من الأحمر نختار اللون الأحمر. سبع برتقالات صح. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. طيب من جن كم برتقالة في هذه الصورة؟ كم؟ تسعة. جميل صح. واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. تسعة نعم جميل جدا ما شاء الله. ميا لو موجودة؟ أظن ما هي موجودة. طيب سو هوتشن كم برتقالة في هذه الصورة؟ عشرين. عشرة. عشرة بولت تو كا. لا برتقالات ما شاء الله. نعم برتقالات. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشرة صح ما شاء الله. كلثوم نعم كم برتقالة في هذه الصورة؟ ستة برتقالات جمع بلورال. ستة برتقالات ما شاء الله صح. ستة ما شاء الله. طيب هذه سبعة أنا أخطأت فيها. دقيقة هذه سبعة ليس ستة. سبعة يعني هنا. طيب لوسي ثمانية. كم برتقالة؟ أيوة ثماني برتقالات. جميل جدا. طيب ننتقل إلى الصفحة التالية. شكرا. ثمانية. جميل نعم ممتازة صح. الآن يا إخوة تدريبات مهمة جدا 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 على المفردات والتراكيب التي درسناها ويعني مهمة للاختبار. في الاختبار ستكون التدريبات بهذه الطريقة. ففضلا يا شيخ سعيد توضح لهم أن هذه التدريبات مهمة جدا فيركزون معي الآن. إن شاء الله تعالى. طيب أول شيء صنف علم ضمير. علم ضمير العلم يعني اسم شخص سواء مذكر أو مؤنث أو اسم بلد. لكن شخص محدد محمد أحمد زيد عمرو زينب سعاد خديجة. اسم شخص محدد أو اسم بلد مصر الصين السعودية. أما الضمائر فالضمائر غير ذلك مثل أنا نحن هو هي أنت أنت. هذه هي الضمائر. الآن عندنا مجموعة من الكلمات ونريد أن نضع الأعلام في جهة والضمائر في جهة في الجهة الثانية. فضلا توضح لهم يا شيخنا. طيب 大家注意一下这个地方是老师给咱们讲两个词两个词的分类可以说是第一种阿兰阿兰就指的所有的这个名词所有的确指名词不管是名字也好国人名也好动物名也好还是这个国家名也好这都属于这个专指名词然后是这个 第二个是短名，也就是咱们说的人称代词，前面是人名字、名称、名词，后面是代词，这是区分两个这个词的分类。那يعني علم باللغة الإنجليزية names
أو نيم علم means name، ضمير means pronoun هذا باللغة الإنجليزية يعني. طيب نبدأ من أول القائمة من عند مريم. مريم. نعم. أنا أنا علم ضمير. ضمير عدنان علم عبد الله علم ما شاء الله صح. عبد الله علم ما شاء الله صح. عبد الله جميل جدا. طيب سعيدة علم مريم علم واضح. طيب بعد مريم من؟ دقيقة. بعد مريم علم. نعم منجن. شكرا يا مريم أحسنتي ما شاء الله. منجن. نعم. هو علم ضمير. علم. لا ليس علم، هو ضمير. ضمير pronoun ضمير. هو هو نعم. طيب أنت منجن أنت علم ضمير. أنت ضمير صح أحسنتي. أنت ضمير جميل جدا. شكرا يا منجن. سوهوتشن. صفية علم ضمير. علم ما شاء الله صفية علم. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر أم مؤنث؟ ها؟ مؤنث أحسنت ما شاء الله. طيب عبلة أبلن علم. علم صح ما شاء الله. مذكر أم مؤنث؟ مؤنث نعم. شكرا يا سوهوتشن. كلثوم. نعم نعم. انت ضمير. ضمير ما شاء الله ضمير صح. انت ليس علم ضمير نعم. طيب هي ضمير. ضمير نعم ما شاء الله. طيب يبقى أنا هو أنت أنتي هي هذه هذا ضمير ضمائر pronouns نعم جميل جدا. شكرا يا كلثوم. طيب نكمل. بلد جنسية لوسي ها اقرأي. تركيا بلد جنسية بلد صح بلد. تركيا بلد ما شاء الله. طيب اكملي اقرأي. باكستاني هذه جنسية. باكستاني جنسية ما شاء الله. طيب شكرا يا لوسي. مريم يس اقرأي. مصري بلد جنسية جنسية مصري جنسية نعم. طيب اقرأي. الصين بلد أم جنسية؟ بلد صح
الصين بلد. طيب ما الجنسية؟ ما الجنسية؟ نعم أنا أنا الصين. لا الصين بلد. الجنسية؟ أنا من الصين. أنا من الصين صح. طيب الجنسية؟ الصين بلد. الجنسية؟ صينية. صينية. نعم. مذكر صيني، مؤنث صينية. صينية. نعم. نعم. جميل جدا. طيب بعد ذلك منجن. شكرا يا مريم. منجن؟ نعم. اقرأي. سوري. 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 سوري بلد. جنسية بلد أم جنسية؟ جنسية. جنسية صح. سوري جنسية. سوري جنسية. طيب اقرأي. السعودية. 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 السعودية بلد أم جنسية؟ بلد. بلد. السعودية بلد. السعودية. السعودية بلد. بلد. السعودية بلد. نعم. شكرا يا منجد. نكمل. الآن أسرة وظيفة. أسرة وظيفة. هنا أفراد الأسرة وهنا الوظائف. طيب سو هوتشن. اقرأ. أخي. أخ. أخ. أخي. أسرة أو أم وظيفة؟ أسرة. أسرة. نعم أسرة يعني فاميليا. أخ. أسرة. أخ. طيب مهندس. مهندس. أسرة أم وظيفة؟ وظيفة. 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 جوب. وظيفة. جوب يعني. جوب يا وظيفة. مهندس وظيفة. ممتاز ما شاء الله. وظيفة. وظيفة. نعم وظيفة مهنة. same meaning. وظيفة مهنة same meaning. نعم جميل جدا. طيب شكرا يا سهوتشن. كلثوم. طبيبة. وظيفة. وظيفة صح. مهنة وظيفة. طبيبة. وليدة. أسرة. والد. والد. أسرة. أسرة صح. والد أسرة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب شكرا يا كلثوم. لوسي. لوسي. ابنة. 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 أسرة أم وظيفة؟ أسرة. ابنة أسرة. ابنة أسرة صح. طيب ها. معلمة. معلمة. معلم. معلم مذكر. معلم. أسرة أم وظيفة؟ وظيفة. وظيفة ما شاء الله. معلم وظيفة. وظيفة جميل جدا. شكرا يا لوسي. نكمل. هذا السؤال جميل جدا ولكن يحتاج إلى تركيز. فضلا يا شيخ سعيد توضح له ماذا السؤال. نضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة. يعني كل الكلمات كلها تكون في مجموعة وهناك كلمة خارج المجموعة مختلفة غريبة. هذه سنضع عليها علامة خطأ. 大家说老师说这个练习题非常的有意思，大家看到了这一所有的这个这一个框里面所有的单词，有一个比较特殊的，不是同一类的。
在不是同一类的这个单词上打一个叉号。明白了吗？我给大家说一下，这 ana、huwa、hiya 这都是什么？都是 dhamir， 都是代词。而 ali 是什么 ？ali 是名字、名词 alam， 这就是说在这个 ali 上打一个叉号。alam 是名词，明白了吗？就这个意思。那خلاص أنت ما شاء الله شرحت المثال الأول خلاص المثال الثاني المثال الثاني شكرا يا شيخ سعيد جزاك الله خير طيب وصلنا عند من آخر طالب طيب سو هوتين اقرأ تركيا الأمستول الصين مصر باكستانية ما الكلمة الغريبة؟ باكستانية صح تركيا بلد الصين بلد, بلد. مصر بلد, بلد. باكستانية yeah. جنسية باكستانية جنسية جنسية صح نضع هنا علامة خطأ جميل جدا طيب كلثوم أخ طبيب والدة جدة طبيبة خطأ طبيب خطأ صح أخ هذا أسرة والدة والدة أسرة جدة أسرة طبيب وظيفة صح ما شاء الله وظيفة شكرا يا كلثوم ما شاء الله صح طيب لوسي طبيبة مهندس مدرسة نعم ما الكلمة المخالفة الغريبة الكلمة الغريبة يحتاج إلى تفكير مدرسة صح مدرسة. نعم طبيب مذكر مهندس مذكر معلم مذكر مدرسة مؤنث مدرسة مؤنث صح ميل صح ما شاء الله ميل في ميل واضح نعم طيب من مريم اقرأي نعم هل من كم ما الكلمة الغريبة؟ نعم صح هذه أداة جواب وهذه أداة استفهام فضلا يا شيخ سعيد توضح لهم هذا أن نعم أداة جواب هل أداة استفهام من أداة استفهام كم أداة استفهام أرتكل词当中 ，nam 是回答用词用语，而其他的三个都是这个疑问用语、疑问用词。hel、man、kam 都是疑问用词 ，nam 是回答用词。nam 这是它的区别。نعم بالضبط جزاكم الله خيرا إذا نعم خارج المجموعة ما شاء الله ما شاء الله طيب هنا وضح الخطأ هذه الجملة فيها كلمة خطأ نضع عليها أو نغيرها. هذا
نعم. منجن اسمي أحمد، أنا مصرية. هذا خطأ، في كلمة خطأ. ها، ما الكلمة الخطأ؟ اسمي أحمد، أنا مصرية. مصرية. مصرية صح. أحمد مذكر، أنا مصري، ليس مصرية. أحمد مذكر، مصري مذكر. اسمي أحمد، أنا مصري. شكرا يا منجي، ما شاء الله. طيب سو هوتشن. هذا والدي. وهي مهندس. وهي مهندس. والدي. والدي خطأ؟ يا والدي. Not والدي. لا، هي خطأ. هي. هو. هو. والدي. والدي مذكر. هو مذكر. هو. هو. ومن. هو. نعم. أيوة صح. هذا والدي وهو مهندس. وهو. نعم. كلثوم. نعم. اقرأي. أنا من صينية. أنا من صينية. ها، ما الكلمة الخطأ؟ صيني. صيني. نعم. ما الصواب؟ ما الصحيح؟ صينية. لا. أنا من صين. أيوة، ما شاء الله. أنا من الصين. الصين بلد. أنا من. I am from. الصين. الصين بلد. صيني هذا جنسية. خطأ هنا. أنا من الصين. أنا من الصين. ما شاء الله. شكرا يا كلثوم. لوسي. Yes. اقرأي. من أين أنت يا فاطمة؟ فاطمة. من أي أنت. ما شاء الله. فاطمة is a female. صح، مؤنث. أنت مذكر، فاطمة مؤنث. لا، من أين أنت؟ من أين أنت يا فاطمة؟ من أين أنت؟ ما شاء الله. شكرا يا لوسي. طيب مريم. yes. اقرأي. أخي عيسى طالبة. نعم. ما الكلمة الخطأ؟ طالبة. طالبة صح. والصحيح؟ طالب. يا طالب. طالب. عيسى مذكر صح؟ طالب مذكر. أخي عيسى طالب، ليس طالبة. مذكر مذكر. أخي عيسى طالب. جميل جدا. طيب شكرا لكم يا إخوة. شكرا لوسي، شكرا سوهوشن، كلثوم، مريم، منجن. شكرا، وصلنا إلى نهاية الدرس، الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله سنأخذ الحوار الثالث يوم الأحد القادم، لكن ما رأيكم أن نزيد ربع ساعة على الوقت، لأن صلاة العشاء تأخر موعدها. ما رأيكم؟ 咱们下一周开始学习第三个对话，还有一个问题就是说，从下一周开始，咱们的上课时间推迟一刻钟15分钟，因为现在这个礼拜时间推迟了，所以说咱们把这个上课时间来推迟15分钟，大家意见怎么样？好，没问题，没问题。OK，OK，咱们。嗯，Inshallah。 إن شاء الله موعدنا الساعة 7:45 دقيقة إن شاء الله. إن شاء الله نلقاكم على خير. شيء جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. آمين وإياك. جزاك الله.
Thank you. خير. شكرا لكم. مع السلامة. مع شكرا سلامة. يا شيخ سعيد. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.